يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم يا بني مسلما ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد وغسلين
إلى حرة الأحشاء. أصواتها بحت وهن نوائح ينبذن قتلاهن بالإيماء. أن التفتن رأينا ما يدمي الحشا ولينا من نغب أبيات الوخر وحرق خبا. وصلت إلى جسده الشريف في ظهر يوم الحادي على العشر من المحرم، وجهت بندائها إلى ذلك الحادي، إلى سائق الرعائن، إلى سائق النوق الهازلة: يا جمال بالله عليك تاجي. لكنه مقطوع الراس. نادت: يا جمال بالله عليك وني حسين. والله ليش قالت كل مردحة كل جاسم ابني كل مردحة كل جاسم الشهيد. فقد هذا الشهيد عند واحد في المعتقل بعدها. وين الأولاد؟ ولدي الراد للشدة ولي أريد أريد يقوم باري بعد. زينب سلام الله تعالى عليها توجهت شافها زين العابدين تمشي تباوع بعيد هناك، وقفت على نشز يعني مرتفع من الارض وظلت تشاهد ذلك الجسد، جسد ابي الفضل العباس. قالت: عباس ابن والدي، انت الذي اخرجتني من وطن جني يوم ان اردت الخروج. اشوف عندك حالة نياحة يوم ذكرنا ابو فاضل، رغم ان القاسم عزيز والاكبر عزيز وكلهم اعزاء، لكن انت الذي اخرجتني من وطن جدي يوم ان اردت الخروج. قم الان وركب اختك. يعني ما صعدت على الناقة الهازلة لأن صعدت زين العابدين وبقت هي. شافها زين العابدين رايحة تقول: يا عباس أذكرك يوم ما تشقى لأبونا بالوصية. قال زينب: حجي
ابوها لو نزلت الغضري. شلون يا عباس وقت الموزمة وقطعت بيا واذا بلسان الحال تعتبين يا زينب علي. هاي للاموات هذه للشهداء الشهيد هاي الابيات خصوصا تعتبين يا زينب علي 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 انا وين راسي وين دول عندك وين واقف وين جالس حول هالقبور وقبر هالشهيد تروي ويا البيدعه ويا الشطر من البيدعه عثرت
اسمك يا نور العين وانعام. لكنني حارة لكني لا ظليت من يبرى يدها. سلمان الماجد ومع الشهيد السعيد جعفر حسن يوسف صالح وجميع الشهداء الحاج حسين ماجد ايضا كل الشهداء حقيقه لهم ايضا الحاج عيسى عبد الحسن ايضا عبد الرضا ابو حميد كل الشهداء كل العلماء الربانيين وخدمة ابي عبد الله الحسين لا سيما استاذي صاحب الفضل عليه الشيخ احمد مالو رحمه الله عليه سأل الله لهم الرحمه جميعا اللهم كن أنت الطالب بدمهم يا الله اللهم كن أنت الطالب بدمهم لا تنسانا وإياهم من رحمتك إلى روحه وأرواح الشهداء جميعا والعلماء الربانيين وخدمة أبي عبد الله الحسين ومن له حق علينا ومن لم يذكرهم ذاك في هذه الساعة وموتى وموتاكم بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.